أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع وزارة الصحة بشأن واقعتي وفاة طالبي ضباط، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حيادية وستعلن عن نتائج لجنة التحقيق بكل شفافية فور صدورها. ذكرت وزارة الدفاع في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنه بناء على توجيهات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وبالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا باشا، باشرت رئاسة الأركان إجراءاتها بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الصحة بالواقعتين، وشددت على أنها ستتعامل مع الموضوع بكل حيادية وسوف يتم الإعلان وبكل شفافية عن نتائج اللجنة المشكلة في وزارتي الدفاع والصحة فور صدورها. وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد نعت الطالب ضابط هديب السوارج والطالب ضابط فالح العازمي من الدفعة 46 والذين وافتهم المنية في وقت سابق اليوم.